ايه متحمسين على اللي بنشوفه اليوم؟ ايه متحمسين ان شاء الله باذن الله. ما في اكياس اليوم. اليوم عندنا هدايا كثيره لكم ترى، ومقاطع ايضا لكم، وتغريدات ايه، وكل شيء زين بعد الفرحه الكبيره العظيمه للوطن اللي احتفلنا فيها قبل شوي. اللهم لك الحمد والشكر، شكرا للقيادة العظيمة، شكرا للشعب العظيم، واحلى تحية يا شباب. ها جاهزين؟ جاهزين نشوف المقاطع؟ يلا يا شباب عرضوا لنا اول مقطع، اللي يشوف مقطع يجيني يا شباب. بتشوف؟ ما ادري، راح نشوف الحين. يلا المقاطع جاهزة. راشد احلى مقدم لبيه بجد. لا شغل لي السماعه على انت. لا هنك عمدنا شباب. الو ايه المو تمام. ايه يلا عرضوا لنا اول مقطع، اللي يشوف مقطع يجينا. يلا لب ايه اذا شفت مقطعك اجلس مكانك لين يخلص المقطع وتعال. الله يحييك على وش تبي بمبارك لبيه؟ تبي تروح هناك؟ خذ راحتك تفضل طارق. تفضل ابو مبارك. لا يلا المقاطع وين؟ نبي اول مقطع. لا انت بالرابطه صح؟ انا كنت معك زمان في الرابطه. لا لا اجلس محلك، اذا قام انس خصم يا اخوان. انا يلا مقاطع وين يا اخوان؟ يلا نشوف المقطع يا عيال. سوا يا عزوز كيف حالك؟ شلونك؟ عصب طيب؟ استمر قبلتني استمر، حنا معك وجمهورك معك ونتابعك اول باول. واستمر قبلتني ولا نبي نصيك في صلاتك لا تأخر صلاتك، حنا معك وجمهورك نتابعك اول باول. الله ييسر امرك ويحفظك ان شاء الله. رسالة موجهة لعبد العزيز مسفري، نقول الله يوفقك ويسر أمرك، وشكرا على ما قدمت في خلال 20 يوم الأولى، وكنت متفاعل وكنت مقدم شيء يرضي المشاهد، ومعي أبو يعقوب. وش حاب تقول عبد العزيز؟ نقول واصل والله يوفقك. الله يوفقه ويسر أمره وحن معك لين اخر لحظه، اتمنى لك التوفيق. على صفقة تعال عبد العزيز مسفري. اللهم امين. الله يخليك. مرحبا ابو مجد. هلا. مساك بالخير. مساك الله بالنور. ايش حاب تقول؟ هذه الوالده؟ الله الله يطول عمرها يا رب، يطول عمرها وعمر امهاتكم ان شاء الله. اللهم شيبانكم. ما اقدر اقوش. الله يطول عمره. والربع اللي بعدهم مين؟ جعلهم يسلمون لابو يعقوب ولابو رزنه. الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم. الله يبيض وجيههم. ونقدم ان شاء الله الافضل باذن الله. ايش حاب تقول لجمهورك؟ جمهوري ما ادرى الحكا ذا حكا، لكن الله يبيض وجيههم ويجمل حالهم، انا بدونهم ولا شيء. تستاهل. احلى تحيه يا رب. يلا جاهزين نشوف المقطع الثاني؟ ليه تاثرتوا؟ الله يطول عمره. يلا بسم الله. يلا نشوف المقطع اللي بعده. السلام عليكم، اسعد الله مساكم بكل خير. من هذا المنبر اوجه رسالتي لنواف العرماني، الله يوفقك ويتمم لك على خير، واصل عملك والله يتمم لك على خير ان شاء الله، والقادم افضل باذن الله. من هذا المنبر اوجه رسالتي لكل زملائك الخوه، وان شاء الله انها باقيه بينكم، والله يتمم على خير ويوفقكم جميعا ان شاء الله. يعطيكم العافيه وفي امان الله. ولد خالتي ونعم بحالك. يلا حيا. الله يبارك فيك. اخبارك؟ والله ابشرك. هذا مين؟ هذا ولد خالتي. والله نعم. ايش حاب تقول له؟
أول شيء أمسي عليه بكل خير، أبشر بالسعد، وحنا ما جينا إلا هنا لأننا بنكسب أخويانا، سواء استمرينا بالبرنامج ولا ما استمرينا، وإن شاء الله نقدم اللي يرضي الله ويرضيكم بإذن الله. وبيض الله وجيكم كل من دعا من نواف وكل من وقف معه. سلام سلام يا ربع، ما في حماس، جاهزين نشوف المقطع اللي بعده؟ جاهزين جاهزين، يلا نشوف يا راشد. يلا نشوف المقطع. السلام عليكم، شلونك أنس؟ عساك طيب، أخوانك طيبين أبشرك، وعمانك ويسلمون عليك، عمانك كلهم يسلمون عليك ويدعمونك ويتابعونك، وايد اللي يكلمون يتابعونك. وأوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى ومحافظة على الصلاة في المسجد على الصف الأول كما عهدناك، وأنا أبوك وواصل مسيرك، عسى الله يوفقك لما يحب ويرضى. ونشكر فريق دعمك وطاقم القناة، وإن شاء الله أنك إلى الأمام وعلى خير، والله يوفقنا وإياك. لوالد الجميع جزاك خير، كلمتك استاهل الطيب والله. هذا هو تكلم ليوم القيامة وفي حقه، عسى يطول عمره إن شاء الله. إيش حاب تقول لجمهورك أبو عايد؟ أقول عسى الله يطول أعمارهم إن شاء الله، ولا ينسون والدينا من الدعاء، عسى الله يطول أعمارهم يا رب. اللهم أمين. أحلى تحية لأنس. يلا جاهزين؟ يلا يلا يا حبيبي، شوف المقطع اللي بعد المين. الله يوفقك يا باسم، وانا بتابعك كل يوم وطعمك وكل ليلة، والله يوفقك انت ويا اخوياك، وان شاء الله اخذك طيب مع اخوياك، وان شاء الله نحن نقصي عليك باي حاجة تبقى ولا شيء حاجة الا انت وزملائك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحب أقول لأخوي باسم عسى الله يوفقك ويرزقك القبول في الدنيا والآخرة وبين أخوانك وزملائك اللي معك في البرنامج، والله يوفقكم جميع. وأقول لك بعد أنك في البداية كنا نلاحظ عليك عدم الانسجام مع زملائك شوي، لكن الآن ما شاء الله تبارك الله نحسكم كنكم أخوان بين بعضكم، وعسى الله يوفقكم جميع. باسم المطيري جزاكم خير، يا مرحبا يا والديكم ان شاء الله، يا مرحبا ومسهلا. الله حيه، شكرا على الفقره. الله يطول عمرك. اول شيء نبي نعرف مين الاول؟ هلا اول ابوي، الله يطول في عمره، اللهم امين، ويخلي لكم والديكم ان شاء الله، اللهم امين. وهذا والله الشيء اللي نوم سراسه، صار ابوك مستانسن بك، اكيد انكم عارفين خلاص السعاده ختمتها، لكن ان شاء الله ان يكون عند حسن ظنك يا ابوي ويا اخواني ويا اهلي كلكم، وعند حسن ظنكم، وحنا هنا كلنا اخوان ان شاء الله. شكرا لكم، يعطيك العافيه. يلا نشوف المقطع اللي بعده. ما من توقع المقطع الجاي المين؟ ما توقع